كان لفيلم نور شمس وقع خاص على الحاضرين في مهرجان الجونة الذي منحه تنويها خاصا. كرم بطلته السعودية الفنانة عائشة الرفاعي التي نال أداؤها استحسان النقاد. الفنانة السعودية قدمت حكاية إنسانية رائعة على مدى 26 دقيقة وهي مدة الفيلم الذي يتناول قصة شمس التي تعمل سائقة أوبر وتعيش مع ابنها موظف الأمن بإحدى المستشفيات، يطمح للسفر ويطمح لتحقيق أحلامه التي تؤرق الأم وتزعجها، خصوصا أنها تعيد لذاكرتها ما فعله والدها حين هجرها. اليوم بعد الدوام بروح عند عمر. والعشاء؟ مو مهم باخذ أي حاجة، أهم شيء نتمرن لك. أحتاج شوية فلوس. كم تحتاج؟ شوية فلوس كده حق معدات ولابتوب ومايك وملابس، كمان رسوم المسابقة. إيش حتفيدك في زواجك؟ اللي حيفوز في المسابقة حيودوه فرنسا ينتجال بومنه. أنت ما جبت لي سيرة السفر. يعني قلت نفوز بالأول وبعد إن شاء الله يصير خير. محتاج الفلوس منك هذا الأسبوع. أنا قلت لك ما في فلوس ولا في فرنسا ولا في سفر. أصلاً فرنسا يكرهوا العرب. ومن جدة تنضم إلينا الممثلة عائشة الرفاعي. صباح الخير عائشة، ومبروك التكريم في مهرجان الجونة، ويعني هذا أول دور سينمائي ليكي وأكيد مبسوطين فيكي، ولكن ما هو القادم؟ يعني إذا أول عمل جبت لنا جائزة أحسن ممثلة. أهلين، صباح النور. صباح مبسوطة أننا اليوم موجودة معكم. الله يستعدك. والله القادم لسه في علم الغيب، بس بنقول إن شاء الله يكون أفضل بإذن الله. عائشة، الفن بطبيعة الحال والتمثيل هو رسالة، لكن قبل أن يكون رسالة في إحساس يخرج من داخل الإنسان. اليوم من خلال تصويرك هذا الفيلم، ما هي الرسائل التي تريدين إيصالها كممثلة كفنانة سعودية تريد أن تدخل في هذا المجال، وخصوصا أنك دخلتي من القمة بتكريمك ومنحك هذه الجائزة يعني كأفضل ممثلة بفيلم؟ أول حاجة بقول الحمد لله رب العالمين، هذا فضل من رب العالمين، ثم فضل أهلي اللي كان طبعا أبوي الله يطول في عمره اللي ما قدرت أدخل المجال هذا اللي بعد رضاه، وطبعا مع المخرجة الجميلة فايزة أنبا اللي تعبت معايا عشان تطلع أفضل ما عندي. فالرسالة لنفسي أوصلها أنه الممثلات السعوديات عندنا مواهب يعني بالفطرة، بس كنا نحتاج شوية تدريب وتوجيه عشان نوصل به، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله بإذن الله يعني نقدم أشياء ثانية متنوعة. أنا أتمنى أن يكون عندي كاركترات كثيرة أقدر أقدمها، مو بس أنه كدور أم أو كدور يعني جد. أيوة، لأنه الدور كان أمي. يمكن بعض يعني التعليقات على هذا الموضوع أنه أول دور تعمليه يكون دور أم، أنت يعني مش خايفة أن أنت تحصري نفسك في هذه الأدوار؟ الممثل عموما ما يخاف من الدور اللي بيقدمه، قد ما أنه يهتم كيف العالم حصدقه. إذا صدقته الناس هنا يصير عنده مسؤولية أكبر إنه يعمل دور تاني وثالث ورابع، على أساس إنه الفنان متنوع. يعني ممكن نشوفك في دور شرير مثلا؟ إذا ما لون الفنان الشخصي. أنا أعشق الدور الشر. والله شكلك طيب، ما قلت أتمنى أكون في دور. مو هو مو بيقول لك خالف تعرف، فالشيء اللي مو فيا أنا أحب إن أنا أسويه. عشان أوصل للناس أن الممثل لازم ينوع ويلون من شخصياته وكاركتراته مرة كثير. نعم. أحب الأدوار المركبة مرة كثير. عائشة، أنت حكيتي خلال كلامك أنه الموهبة تأتي بالفطرة، وخلال حديثك وتحدثتي عن الأحلام وكل هذه الأمور اللي فيما يتعلق بالأفلام، اليوم في تحديات واجهتيها للوصول إلى ما تطمحين إليه، وهل تعتقد أنه في مطبات أو تحديات ما ينبغي تسليط الضوء عليها حتى تقدروا تتخطوها وتوصلوا أكثر فأكثر في مسألة الفن السينمائي؟ هو أنا أتمنى أن يكون في عندنا زي يعني جمعية تضم الفنانين السعوديين
لأنه وتحفظ حقوق الفنان وحقوق الكاتب والمخرج والمنتج. أنا أتمنى أن نكون تحت مظلة واحدة للفنانين عموما مو بس الممثلين، هذه اللي أنا أتمناها. لأنه أحيانا يمكن أنا أكثر حاجة يعني تخليني ممكن أن لو توقفت بسبب أنه ممكن ما بلاقي شخصيتي أو أنه كاركتري مش موجود كثير في المجال. أيوة. طيب عائشة، يعني أنت بدأتي من الجانب الكوميدي ومواقع التواصل الاجتماعي ومن ثم إلى المسرح، ويعني أبدعتي على المسرح، كيف كانت هذه النقلة؟ كيف كانت نقلة نوعية في مسيرة عائشة؟ أنا دخلت للسوشيال ميديا كسناب، عموما السناب، على أساس أن أوصل للناس أنه أنا بقول لهم أنا ممثلة. فأول تجربة لي كانت على المسرح، مسرحية كانت في مواسم جدة، بيت الدهاليز. من هنا بيت الدهاليزي كان أول مسرح تفاعلي، وكنت بشخصية مركبة. حلو. مجنونة شوي، مرة تبكي مرة تضحك، ما عندها ما في شخصية تقدر تمسكيها. فمن هنا برضو اختارتني المخرجة من المسرحية نفسها لعمل الفيلم هذا. فأنا كنت خايف أنه أنا أحب الكوميدي أكثر، أحب المسرح أكثر. أول مرة أوقف قدام كاميرا كان في رهبة مرة قوية، لما يعني بس أنا سمعت كلمة واحدة من المخرجة قالت لي هذا شغلي مو شغلك، أنا اخترتك أنت لدور نور شمس، فأنا اللي هشتغل عليكي. فالحمد لله رب العالمين اشتغلنا كثير. في المسرحية اشتغلنا تقريبا بروفات 3 شهور، تقريبا كان أحسها ما هي بروفات، كان تعليم أكاديمي على وقفة المسرح ووقفة الكاميرا. ما كان على وقفة المسرح بس، لأنه مسرح تفاعلي يدمج بين المسرح والكاميرا والسينما، فكان عندنا مشاهد درامية ممكن تبكي في نفس اللحظة وإحنا يعني قدام الجمهور، لا شعوريا يعني الواحد لما يحس الكلام خلاص شعوره بيطلع قبل ما يعني احد يوجهه. ان شاء الله دائما بالتوفيق يعني عائشه، واحنا مستنيين دور الشر خلاص بما انه انت حباه، وخلينا نشوفك بوجه اخر. يعطيكي الف عافيه عائشه. الله يعافيكي. تفضلي. انا احب دور الشر والاكشن، لا يغركم ان انا تخينه، فانا اتمنى دور شر اكشن. شكرا. العفو. ترى مسويت لك حلا. والله يبالك دوق الدونات، هذا مرة جيد ترى. دقيقة دقيقة، بسرعة ابتزاز. الله رهيب، ليه ما تبيعي؟ ومين يبغى حلا أفريقي؟ لا طعمهم ولا شكلهم ولا ريحتهم تعجب الناس. أكيد أبو يمن كان يحب الحل الفريق. والله ما عرفت أربيك.